كلام مسؤول. كلام مسؤول، رجعنا لكم من جديد مصين معكم حتى ال 11:30. اهلا وسهلا ومرحبا بك كاميرا بوستة. صباح الخير لبنى وصباح الخير للساده المستمعين الكل. اذا قطاع التجميل او قطاع طب التجميل في تونس باش نحكيوا على كل الجوانب نتاعو. بالضبط، اليوم التونسي يمشي يحب عمليه التجميل ولا اسكو اليوم ولا مقبل على عمليه التجميل اكثر من قبل؟ علاش هذا الكل باش نتعرفوا فيه، باش نتعرفوا عليه مع الدكتوره ايمان السوسي، مديره التفقديه الطبيه بوزاره الصحه. مدام ايمان السوسي، صباح الخير ومرحبا. اهلا وسهلا دكتور. صباح الخير، مرحبا مدام. احوالك لاباس؟ يعيشك. مرحبا، صباح الخير للمستمعين الكل. يفضلك. دكتور ايمان السوسي، للناس اللي تسمع فينا توا، خلينا نعطيوهم التعريف الصحيح ولا المفهوم الصحيح لطب التجميل، وشنو اهم الاختصاصات اللي يضمهم؟ داكور، طب التجميل الساعه هو معناتها طب يحسن مظهر الجسدي من خلال دي انترفونسيون، اما معناتها طبيه والا جراحيه. كيفاش طبيه؟ كيما شد الوجه، شط الدهون، زراعه الشعر، تقويم الاسنان، تكبير او تصغير الثدي او المؤخره، برشا حاجات، الانف، تكبير او تصغير الانف وتجميل الانف. وفما معناتها اجراءات طبيه كيما الحقن، كيما حقن البوتوكس، حقن الفايلر، والا تقشير البشره بالليزر. معناتها فما برشا حاجات يقوم بها طب التجميل في جميع المجالات. دكتورة إيمان السوسي، قداش عندنا من طبيب اليوم يمارس المهنة؟ برشا طب، ما نجمش نعطيك الكونسيل دو لوغد، يبدا عندها المجلس الوطني لعماده الاطباء، يبدا عندها العدد معناتها صحيح، اما نحب نقول لك طب التجميل في تونس متطور برشا، وفما خبراء معناتها قاعدين خبراء في هذا المجال، وقاعده تونس معناتها فما استقطاب كبير للطب هذايا التجميلي من البلدان الاجنبيه كيما اوروبا والبلدان المجاوره. دكتور ايمان السوسي، تعقيبا لكلامك، هل فما اقبال كبير من عند التوانسه اليوم على جراحه التجميل؟ نعم، توا معناتها كيما الاقبال كثر في السنوات الاخيره على طب التجميل عند النساء والرجال زاده. في تونس معناتها نساء ورجال، ما عادش نقولوا نساء كهو تعمل الفايلر ولا البوتوكس ولا فهمت؟ وفما اجراءات جراحيه يقوموا بها زاد النساء والرجال. الاقبال الكبير هذا نجم نعبر عليه بالارقام؟ هل عندنا اليوم احصائيات على عدد اللي يقوموا بالعمليات التجميل سنويا؟ ما نجمش نعطيك الاحصائيات الحقيقه، ما نجم في المره الجايه تحب من ملي نعطيك الاحصائيات الصحيحه. في نفس السياق، كان نحكيو على الفئه العمريه اللي تقوم بالعمليات التجميل، من وين لوين الاعمار؟ والله الاعمار مختلفه. توا حتى من معناتها من 25 26 حتى 60 و50 معناتها، اما المويان داج ديما في ما بين 40 ل 60 اكثر العباد اللي تعمل تقوم بالتجميل. دكتوره ايمان تعرف معناتها تفضل دكتور. كيما تعرف معناتها البن معناتها بالعمر وكل والوجه وكل، معناتها المراه التونسيه تبارك الله ولات واعيه، معناتها هذا من وعي التوانسه لو ولاو معناتها يحبوا يمشيوا لطب التجميل نظرا للترهلات اللي عندهم في وجوههم ولا في بارتي من بدنهم. دكتوره ايمان السوسي، الشخص اللي يمشي باش يقوم بعمليه تجميل، قبل ما يدخل العمليه يعطيوه يوقع على وثيقه تكون فيها تعهده بتحمل المسؤوليه عن اي مضاعفات تنتج على العمليه. في حاله وجود خطا طبي ولا صارت مضاعفات ولا تشوهات، كيفاش يتصرف هوني المريض؟ شنو الحقوق اللي عنده في هالحاله؟ لوين يتجه؟ شنو يعمل بالضبط؟ هل ينجم يقاضي الطبيب؟ هل ينجم يقاضي الطبيب في الحاله هذه؟ اي بيان سور. بالنسبه للمريض الساعه، انا اول حاجه نحب ناكد على المرضى يلزمهم حسن الاختيار نتاع المركز اللي يمشي له الساعه. اختيار مركز يبدا معترف به. تبارك الله مصلي على النبي، عندنا مراكز معترف بهم، عندنا دي كلينيك، عندنا معناتها عيادات لاطباء التجميل معناتها ما شاء الله معترف بهم ولهم سمعه جيده. ويلزم زاده كي يمشي يعرف وين يمشي. هذه اهم حاجه نقولها للمستمعين، يلزمكم تختاروا الطبيب والمؤسسه اللي باش تمشيوا لها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الاولى كي يمشي للطب التجميل باش يقابل الطبيب نتاعو، ثم كونسونتمون اكليري قبل ما يقوم باي حاجه، يلزم تسمى بالعربي الموافقه المستنيره. يجب على الطبيب قبل اجراء العمليه ان يضع للمريض كل التوضيحات. كيفاش؟ يقول طبيعه الاجراء، يشرح له شنو باش يعمل له بالبدا، ويقول له بشكل واضح شنو الانترفونسيون اللي باش يعملها له، النتائج الصحيه والتجميليه المتوقعه،
يفسر له يقول له راهو كي تعمل هكا باش النتيجه هكا، يشرح له المخاطر والمضاعفات اللي تنجم تجي معناتها من العمليه اللي باش يقوم بها. فهمتي يا مدام؟ ويلزم معناتها ويلزم يقول له يعطيه فرصه خاطر المريض يلزمه عنده حريه الاختيار، يلزمه ياخذ فرصه باش يخمم في عقله وبعد يوافق ولا ما يوافقش على الاجراء اللي باش نقوموا به. بالنسبه في حاله خطا طبي بالضبط. في حاله خطا طبي فما في حاله الخطا الطبي احنا كيفاش كتفقديه طبيه يجينا معناتها تلقى العلاج هذا وعنده مثلا خطا مثلا عمل العمليه ما عجبتوش الريزولتا ولا فهمت، نمشيو كتفقديه طبيه ونشوفوا كيفاش مراحل الاحاطه الطبيه بالمريض هذا شنو صار له حسب نشوفوا اسكو الطبيب مشي حسب المعطيات العلميه والطبيه المتاحه معناتها المعطيات الجديده كيما لا بون براتيك ميديكال عملها ولا، ونقوم بالملف نقراوا الملف نتاع الطبيب ونتاع المريض ونشوفوه وبعد احنا نستانسوا باطباء خبراء في المجال ونشوفوا كان فما انفوت ميديكال ولا، وبيان سور الملفات نتاعنا كلها تمشي عندنا اداره عامه لوحده التشريع والنزاعات اللي هي تحيل الملف نتاعنا للقضاء والقضاء هو اللي يقرر فما خطا ولا ما فماش خطا. ومن بعد القضاء ياخذ مجراه معناه. القضاء ياخذ مجراه وهو القضاء المخول الوحيد ليه باش يقول لا فما خطا طبي ولا فماش خطا طبي. داكوغ دكتور ايمان السوسي، في تصريح لرئيسه نقابه اطباء التجميل عبرت عن مدام ايمان بن فرج عبرت عن استيائها وتذمرها من ارتفاع معاليم الاداءات والقيمه المضافه المفروضه على اهل المهنه. شنو تعليقك على التصريح هذا؟ وهل فعلا الاداءات والقيمه المضافه تشوف اللي هي مجحفه شويه للقطاع؟ بس مدام بالنسبه للاداءات والوحده مش من لي ديروغاسيون تاع وزاره الصحه، هذه تابعه وزاره الماليه، اما ميساج باش نقول لك احنا كيفاش بالنسبه للقانون تاع هذوما المراكز الصحيه معناتها المراكز مختصه في التجميل. الساعه فما قانون 63/91، القانون هذايا اللي جيت 91 هو التنظيم الصحي وبعده الامر 2007 اللي ينظم المراكز المختصه. وبالنسبة لتوا احنا باش نخضعوا المراكز التجميل هذه إلى كراش شروط وهي في آخر معناتها مراحلها باش تخرج في الرائد الرسمي قريب إن شاء الله، تخرج في الرائد الرسمي وقتاش قريب؟ بشكل واضح المراكز هذه يا مدام. دكتورة وقتاش قريب كراش الشروط هذه تكون حاضرة إن شاء الله؟ قريب أشهر معناتها أشهر حاضرة هي، قلت لك احنا قاعدين نعملوا في اللمسات الأخيرة في كراش الشروط نتاع مراكز باش تولي مقننة بالكدا اللي باش يحل مركز التجميل يجبد كراش الشروط ويقوم معناتها بالاجراءات اللي في كراس الشروط واحنا نوثقوا له باش يحل المركز هذا. كراس الشروط هي كما نقولوا قانون ينظم القطاع هكا؟ بيان سور هو في الامر 2007 احنا المراكز المختصه الكل ابار مراكز التجميل كلهم عندهم يخضعوا لكراس الشروط، اما هذه كراس شروط مختصه في مجال الطب التجميلي. واضح. دكتور ايمان السوسي، اذا هل فما اجانب يجيو لتونس خصيصا القيام بعمليات تجميل؟ وشنو اهم الجنسيات اللي جينا اليوم؟ بالنسبه نحب نقول لك مدام الطب التجميل متطور برشا في تونس واحنا كقطب ولينا كقطب للسواح معناتها يجونا طالبين العلاج التجميلي من اوروبا والبلدان المجاوره، هذا مش معناتها بلاش يجيونا هكاك خاطر جوده الخدمات، عندنا اطباء ذو خبره عاليه في هذا المجال ونركز عليها انا كمدير تفقديه، معناتها فما مراكز طبيه حديثه كيما الكلينيك عندنا مراكز طبيه واطباء ذو خبره عاليه، ولات تونس وجهه سياحيه جذابه للمرضى الدوليين كيما قلت لك الاوروبيين على خاطر يتلقاوا العلاج يكون العلاج ارخص معناتها اقل كلفه من بلدانهم وذو معناتها ريزولتا معناتها جوده عاليه. دكتوره ايمان السوسي، اذا نحكيو على تموقع تونس في طب التجميل قداش المرتبه اللي تحتلها عالميا اليوم؟ دابا هذاك ما نجمش نجاوبك، اما هي باغمي بالحق باغمي البلدان المتطورين والمتقدمين برشا في المجال هذا. دكتوره ايمان السوسي من سويسرا ويجوا من فرنسا ويجوا من كندا، فهمت؟ يجونا من كل البلدان بالطب التجميل، بالحق بالطب التجميل عندنا متطور برشا في تونس. دكتوره باش نعقب على كلامك دكتوره ايمان السوسي، تموقع تونس هذا اللي من شانه انه يكون حافز او مطور للسياحه العلاجيه وللسياحه بصفه عامه، انت
انت بصفتك دكتوره فماش خدمه على الجانب هذا، فماش اجراءات محفزه للسياحه الطبيه، هل فما عمل مشترك مع وزاره السياحه على ترويج لبلادنا في ميدان السياحه الطبيه؟ احنا توا عندنا لجان مشتركه مع السياحه بتنظيم هذا القطاع الساعة. وزاره الصحه بتشجع بصفه معناتها كبيره، خاطر القطاع التجميل هذا يطور في السياحه زادا. دونك عندنا عمل مشترك مع سيد وزير الصحه وسيد وزير السياحه في عمل مشترك للسياحه باش نقنونهم هكا ليزاجونس اللي يجيبوا معناتها ليزيترونجي باش يعملوا معناتها تجميل، قاعدين نقنونهم وقاعدين نحضروا لهم في نصوص قانونيه باش تكون امورهم معناتها واضحه. كذلك في وزاره الصحه احنا عندنا معناتها تم بعث اداره عامه لتصدير الخدمات الصحيه، هذه اللي هي تو سكي اكسبور معناتها دو سونتي، فهمت؟ دونك الميدان هذا قاعد يتطور برشا في تونس، ووزاره الصحه قاعده تسعى باش تطوره. دكتوره ايمان السوسي، شنو اهم المشاكل اللي يعاني منها قطاع طب التجميل اليوم؟ انت كيما تعرف كيما اي حاجه فيها طلب كبير باش تشتروا فيها دخلات في الميدان. بالضبط. كيما اي معناتها سبيسياليتي. دونك عندنا مراكز اللي هي معناتها دخيله على الميدان، اللي هي قاعده تمارس في العمليات هذه، مش عمليه معناتها الاجراءات الطبيه كيما البوتوكس ولا الحق نتاع البوتوكس ولا حق الفايلر وكل بطريقه غير قانونيه. كيفاش؟ معناتها لي سونتر هذوما ما فيهمش اطباء اختصاص. مع ان المشرع التونسي نحب نقول لك مدام تلمو معناتها احنا عاطين قيمه برشا للحكايه هذه، المشرع التونسي في ماي 2023 عمل كومبيتونس، فما كومبيتونس اون ميسين استيتيك، معناتها تقول لك الحق الكل ولا مقنن، فما معناتها يقراوا الماستر في الفاكولتي دو ميسين، والمجلس الوطني لعماده الاطباء تصدق على الشهاده هذه باش يبداوا الطب اللي زرقوا في البوتوكس والفايلر وكل عندهم معناتها كومبيتونس عرف بها من تسمى شهادة الاقتدار. شهادة الاقتدار. كومبيتونس معناتها. اي. وبالنسبة احنا تجينا اشعار على المراكز هذه اللي تقوم معناتها باجراءات معناتها بالاجراءات هذه ولا بتقوم بالحق البوتوكس ولا حاجة بطريقة غير قانونية، نمشي نتنقلوا على عين المكان على مستقدين مختصين في المجال يتنقلوا ويشوفوا فما ميسان ولا معناتها فما طبيب مختص في الميدان ولا عنده معناتها خبره من معناتها هذه اللي قلت لك الكومبيتونس من الاقتدار من المجلس الوطني لعماده الاطباء. كان معناتها نلقاو ما فماش الظروف هذه وما فماش طبيب في المراكز هذه، راهو وزير الصحه مؤهل له باش يتم غلق هذه المراكز. عندنا برشا مراكز قاعدين نسكروا فيهم مدام. ما يبيه. مدام دكتورة إيمان السوسي، من عش تعقيبا لكلامك وفي نفس السياق مع العلمي وصلح لي كان أنا غلطة، إنه كان أطباء التجميل مسموح لهم التحصل على حاجياتهم وسخطوا الحقن هذه اللي كنت تحكي عليها من مخابر معترف بهم. هنا سؤال اللي تبادر الأذهان، ملا الدخلاء والمراكز الغير قانونية منين قاعدين يتزودوا؟ منين يجيبوا في الحقن هذه؟ الحقن هذه مش قاعدين ياخذوا فيها، احنا خدمنا خاطر حقن معترف بها. بالضبط. معناتها قاعدين يجيبوا، فما سوق موازيه في الحكايه هذه مدام، فما سوق موازيه هي اللي تبد فيهم بالحقن هذه. بالنسبه للاطباء اللي موجودين معناتها في القطاع المعترف به كما معناتها كما الاطباء معناتها اللي موجودين في الكلينيك وكل اللي معترف بهم بيان سور عندهم يستعملوا كل الحقن اللي معناتها مصدق عليهم وزاره الصحه. معتمده من طرف وزاره الصحه. دكتور ايمان سوق موازي هذيك مدام، فما سوق موازي بيان سور هذاك ما ندخلوش فيه احنا، دونك فما سوق موازي. دكتور ايمان السوسي، هل عندنا ارقام على المرضى اللي صارت لهم مشاكل تم ارتكابها من دخلاء على المهنه؟ بالنسبه للغلق نجم نقول لك الغلق قداش عندنا غلق مثال، اما ما عنديش اما مش حاجه معناتها مثلا توا مثلا عم توا قداش مازالوا العام مازلنا شهرين ويوفى العام عندنا في الغلق عندنا حكايه مثلا 10 سناتر هكاك 10 ابوبخي 10 باهي 10 10 مراكز تم غلقها في من اول العام لتوا. اي دكتوره ايمان السوسي، في اطار التفاعل فما مستمعه تسمع فينا توا قالت اهم سؤال ما ذكرتوش، قديش تتكلف عمليه التجميل اليوم؟
نعرف اللي هو كل عملية وخصوصياتها. نعم بالنسبة لكل في العملية التجميل تديبون انت شو باش تعمل، ثم تتراوح من وين لوين، شيروجيكال جراحية، ثم تكبير الثدي، تفعيل الثدي، تجميل الأنف، ما باش ديزانترفونسيون، كل انترفونسيون عندها السوم نتاعها، ما نجموش قبل حاجة أخرى. أي ما نجموش نحسبوا من وين لوين هكا، تبدا من وين توفى لوين، ليه؟ مثلا ما عرفتش كيفاش نقول لك، نعرف انا قديه، اما ماهوش حاجه نعطيكش حاشي في الغالب، خاطر علاش مثلا انت الحقن الطبيه توصل حتى حقنه بزوز ملايين واش معناتها، وفما حقن ساديبو انت باش تعمل بوتوكس ولا باش تعمل دي فيتامين ولا باش تعمل بي ار بي ولا معناتها فما برشا مدام معناتها اجراءات معناتها فهمت، ساديبو انت شنو تحب تعمل، تنجم تعمل بوتوكس ومع لاسيد هيالورونيك، تنجم تعمل فهمت مدام هذا الاختصاص معناتها هما يقولوا لك قداش يتكلف فهمت، اما مكلفه عمليه التجميل خاطر هي حاجه كماليات مدام، اما في تونس ولات كانها حاجه معناتها ما عادش كماليه، خاطر النساء الكل بريسك برشا نساء برشا توانسه ولاو يحبوا يتجملوا ويحبوا يقوموا بالحقن البوتوكس والفايلر والاسيد هيالورونيك، معناتها فما اقبال كبير على المراكز هذه مدام. دكتور ايمان السوسي اخر حاجه باش نختم بها معاك، للناس اللي تسمع فينا توا كانت تحب تعطيهم نصيحه، كانت تحب تعطيهم كلمه الختام، شنو تنجم تقول للتونسي اللي يسمع فيك اليوم بخصوص طب التجميل؟ والله مدام نحب نقول لهم حاجه بركه، نقول لهم لازم اختيار المركز، لا ترد بالكم راهو الا موجودين منتصبين في القطاع الخاص، مش كلهم يابليك مثلا ميتين دو فاسون ليغال، لازم اختيار المركز، مركز معترف به ولا كلينيك معترف صحه مؤسسه صحيه معترف بها ذو خبره لها سمعه فيها اطباء ذو خبره، احنا بتسباس تو انت مثلا عندك صديقتك ولا باش تقول لك معناتها هي عملت حاجه انترفونسيون باش تقول لك على الطبيب، طيب هذاك عنده خبره، ماذا بينا نمشيو للعباد اللي عندهم خبره، المصحات اللي عندهم سمعه جيده، وزيد اول اكثر حاجه نوصي بها هي مناقشه المخاطر المحتمله مع الطبيب قبل اجراء العمليه، يلزم عيشكم ما تمشيش هكاك تروح روحك طول باش تعمل انترفونسيون، يلزمك ايش اسال واعرف بالكدا وخذ وقتك باش تفكر، مش طول قال لك باش تعمل انترفونسيون من غدوه تمشي له، خاطر الطبيب يعطيك فرصه باش تفكر، فكر في عقلك، قل للطبيب يفسر لك كيفاش تتم العمليه، كما قلت لك فما هذا الكونسونتمون اكليغي فيه التفاصيل الكل، تساله وتعرف كيفاش وخذ وقتك وفكر واعمل دي ريشيرش وما تمشي كان المراكز المختصه المعترف بها من وزاره الصحه ولا فيها اطباء ذو خبره، وراهو طب التجميل متطور برشا في تونس، ومعناتها احنا كوزاره الصحه قاعدين نشجعوا فيها طب التجميل خاطره قاعد معناتها ينفع برشا في الدوله التونسيه. دكتوره ايمان السوسي، التونسي اللي يسمع فينا اليوم كيفاش يعرف مركز معترف به دون الاخر؟ لو انت كي تمشي مدام فما ناس يمشوا لحجامات، معناتها فما حجامه حاله سونتر ديستيتيك وتعمل في البوتوكس ولا تعمل في ميزو ولا حاجه، تو هذه من غير ما واحد مخه معناتها بتفكيره البسيط، هل فما تراني فسرت لازم طبيب مختص، حتى طبيب جينيراليست ينجم يعمل البوتوكس والفايدة، اما خاطر عنده اقتدار، قلت لك الشهاده هذه اللي صارت معناتها وزاره الصحه عطات لي كومبيتونس لاطباء في ماي 2023 ولا حتى طبيب معناتها الجينيراليست نجم يعمل حقن البوتوكس وكل، اما انت يلزمك تمشي العبد مش تمشي الحجامه مثلا، مش تمشي الفني مش يزرق لك، تمشي التكنيسيان مع احترامي للباراميديكال الكل، راهو اختصاص طبي ما ينجم يعملوا كان طبيب ذو خبره. اختصاص طبي ما ينجم يعملوا كان طبيب ذو خبره، شكرا لك دكتوره ايمان السوسي مديره التفقديه الطبيه بوزاره الصحه. موضوع مهم برشا، موضوع عنده علاقة مباشرة بصحة الشخص اللي اختار يقوم بعملية تجميل في حد ذاته، معناها ردوا بالنا، نحكيوا برشا مع الطبيب اللي باش يقوم لنا بعملية تجميل ونعرف حتى التبعات اللي تجي من بعد، حتى الانعكاسات معناتها بعد العملية التجميل. ناقشوا المخاطر، دكتور إيمان السوسي قالت لنا لازمنا ناقشوا المخاطر مع الطبيب اللي باش يقوم لنا بالعملية قبل ما نمشيو نعملوا العملية. هذايا مهم برشا، مشكورة جدا أميرة بوستة، الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم، واصلين معكم في الشارع التونسي حتى ال11:30، نخليكم مع موعد الأخبار مع صفية المحمد.